قبل وسام ابو علي معايا مداخله مهمه جدا جدا من فرنسا نطمن فيها على لاعبي منتخبنا الوطني قبل مواجهه فرنسا ان شاء الله في نصف نهائي الاولمبيات مع الدكتور طارق سليمان طبيب منتخبنا الاولمبي. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا والف مليون مبروك حتى هذه اللحظه كل الشغل العظيم لمنتخبنا الوطني الاولمبي في الاولمبيات. حبيبي يا استاذ كريم الله يخليك، اهلا وسهلا بيك حبيبي. اهلا بيك يا دكتور، عايزك تطمنا على حاله اللاعبين والاصابات في المنتخب الاولمبي قبل مواجهه فرنسا ان شاء الله. والله حاله اللاعبين الحمد لله كويسه وعندهم توافع لتأديب مباراه كبيره ان شاء الله والوصول الى ابعد نقطه في الاولمبياد باذن الله تحقيق ميداليه ان شاء الله، يعني الامور ماشيه كويس ولعيبه في حاله صحيه جيده. يعني عندنا بس اصابتين بس الناس كلها شافتها في المباراه اللي فاتت ضد باراجواي، اصابه احمد سيد زيزو وكان العضله الضمه، والحمد لله يعني اتعامل مع الشغل المناسب مع الجلسات والاستشفاء الكامل. كابتن طارق معلش لو تسمح لي، لو تسمح معلش الصوت بس بعيد شويه، لو نعلي الصوت بس. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا دكتور. كويس؟ اه اتفضل يا دكتور. هو بقول لحضرتك احمد سيد زيزو يعني اتعمل له الشغل اللازم وهو باذن الله يعني محتمل كبير قوي يبقى موجود ان شاء الله بكره في التشكيل باذن الله ان شاء الله. باذن الله. احمد عيد. ولكن عندنا احمد عيد والله للاسف جات له شد من الدرجه الثانيه في العضله الخلفيه والحقيقه مستبعد المباراه دي، يعني مش هيقدر يشارك يعني ان شاء الله. ان شاء الله المباراه اللي بعدها باذن الله يلحق ولا هيبقى فيه صعوبه برضه؟ والله على حسب بس تقدم حالته، لكن احنا يعني عشان هو حقيقه الشد ده من الدرجه الثانيه فممكن يحتاج وقت اطول شويه، لكن هنحاول معاه باذن الله ان شاء الله. باذن الله. زيزو ان شاء الله باذن الله ممكن يبقى متواجد شوط اول او ثاني على حسب رؤيه الجهاز الفني ان شاء الله. زيزو في المباراه اللي فاتت كان بيقول لك انا مش عايز النقاله تيجي، انا عايز اطلع لوحدي، ولا كان متضايق من ايه؟ ايوه ايوه بالظبط. هو طبعا يعني حته النقاله دي احيانا بعض اللعيبه ما بتحبش تطلع على النقاله، لكن هي معموله في الدورات وفي المباريات عشان راحه اللعيب يعني. يعني بجزء من الاسعاف الاولي اللي ما يزودش الاصابه بتاع اللاعب ويطلع تريح، لكن هو اتفضل ان هو قال لي لا انا هطلع على رجليا، قلت له ماشي مفيش مشكله يعني على حسب ما هو عايز، يعني بالذات ان اصابته ما كانتش يعني الاصابه الخطيره يعني. ان شاء الله. الضغط الكبير في المباريات والضغط العصبي كمان مع الضغط البدني في المباريات بنتعامل ازاي معاه يا دكتور عشان لا قدر الله ما يحصلش اي اصابات في المباراه القادمه او المباراه اللي بعدها، خاصه اللعيبه بتتحامل اكيد وضغوط كبيره جدا يعني. والله بص حضرتك يعني شايف احنا يعني بنلعب كل ثلاث كل ايام او كل يومين ونص مباراه. بالظبط. وللاسف احنا مش كل مباراه في مدينه، احنا بنلعب كل مباراه في مدينه ثانيه، يعني احنا اتنقلنا ما بين خمس مدن في فرنسا وبعد المباراه وبتركب طياره او بتركب قطر او بتركب باص، كل ده بيبقى اجهاد على اللاعب. لكن احنا الحقيقه بنواجه الكلام ده بالاتي: اولا بالتغذيه المناسبه مهم جدا، التغذيه اللعيبه يعني مكتوبه بالوقت وبكل حاجه. الحاجه الثانيه بالاستشفاء بتاع اللعيبه اللي بيتعمل بعد المباراه ما بين ميه ساقعه وتدليك وعلاج بالجلسات بالاجهزه الطبيه، انا جهاز محترم دكتور سبع عاشور وعلاج طبيعي والكابتن محمد احمد كابتن احمد شوقي عاملين مجهود جامد في التدليك للعيبه، انت عارف اللعيبه بتتدلك يعني شبه يومي، ده جزء من الحاجه اللي احنا بنحاول ان احنا نبعد عن اللعيبه الاصابات بيها اللي هو الاستشفاء والتدليك والتغذيه المناسبه. هايل. دكتور طارق سليمان طبيب منتخبنا الاولمبي بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اتمنى لك يا رب وكل الجهاز الفني وكل اللاعبين كل التوفيق باذن الله في هذه المواجهه الكبيره امام المنتخب الفرنسي.